أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننطلق إن شاء الله في أشغال الندوة الوطنية التي اختار لها منظمها وأقصد المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بأصيلة. موضوع هذا الندوة الوطنية 10 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة الحصيلة والآفاق تحت شعار المنطقة المتوسط الأول للدراسات القانونية والقضائية. وخير ما نفتتح به هذه الأشغال وهذه الندوة إن شاء الله آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأستاذ حسن مبرور الوهابي، فليتفضل مشكورا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في هذه الجلسة الافتتاحية إن شاء الله سنستمع إلى الكلمات الآتية. أولا كلمة السيد رئيس المركز ينوب عنه رئيس وحدة القانون الخاص بالمركز الأستاذ الملاحي عبد الحميد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المجلس البلدي لأصيلة، السيد الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السادة أعضاء المجلس البلدي لأصيلة، السادة ممثل السلطة المحلية، السادة رؤساء الدوائر القضائية والموظفون بها، السادة أطر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السادة الدكاترة أساتذتنا الأجلاء، الدكتور محمد يحيى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الدكتور عبد الخالق أحمد نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الدكتور عبد الله أشرفي أفقر، الدكتورة وداد العيدوني، الدكتورة جميلة العماري، الدكتور رشيد أقجي، الأستاذ القاضي الفاضل محمد السردة، الأستاذ القاضي الفاضل حميد فضلي، باقي الأساتذة الأعزاء كلهم باسمه وصفته، السادة ممثلات وممثل هيئات المجتمع المدني، السادة الصحفيون. أيها الحضور الكرام، يسرني بداية أن أرحب بكم جميعا في هذه الندوة الوطنية الهامة حول موضوع 10 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة الحصيلة والآفاق التي تنظم في إطار الملتقى المتوسط الأول للدراسات القانونية والقضائية التي أردناها نحن إدارة المركز المتوسط للدراسات القانونية والقضائية أن تكون الإطلالة الثالثة لعمل مركزنا بعد الإطلالة الثانية التي تمت بعمل مشترك مع الأخوة الأفاضل في المرصد المتوسط للتنمية الاجتماعية والمواطنة واندماج الجالية العربية في ندوة حول حقوق الطفل، وبعد الإطلالة الأولى التي جمعتنا مع شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بجهة دكالة حول موضوع دور المجتمع المدني في ظل التعديلات الدستورية الجديدة. السيدات والسادة الحاضرين، باسم المركز المتوسط للدراسات القانونية والقضائية لأصيلة نجدد ترحابنا بكل في مدينة أصيلة أميرة المدن وحاضنة التاريخ والثقافة. أيها السيدات والسادة الكرام، كما تعلمون فإن المجتمع المدني أصبح اليوم
ركيزة أساسية من ركائز دولة الحق والقانون التي بها نحن مؤمنون، وعلى خطى جلالة الملك نصره الله سائرون نحو جعله فاعلا حقيقيا في التنمية الاجتماعية والثقافية في سبيل تحقيق نهضة مغربية شاملة يكون ركنها الراكن هو الإنتاج، الإنتاج التنموي والفكري والعلمي والقانوني. وفي هذا الصدد واستحضارا للأحداث الكثيرة التي مرت بها منطقتنا في ظل ما سمي بالربيع العربي المتميز بإطلاق العنان لحرية التعبير والرأي وما تلا ذلك من ظهور قنوات متعددة للتعبير، منها على سبيل الذكر مراكز بحثية وعلمية للدراسات القانونية متعددة الفروع. من هذا المنطلق قررنا أن نخوض تجربة إنشاء مركز فكري وعلمي يهتم بالدراسات القانونية والقضائية، تتمثل أهم أهدافه في إنجاز دراسات أكاديمية لمواكبة المستجدات القانونية التي تعرفها منطقتنا المتوسطية عموما ومملكتنا المغربية خصوصا. هذا المركز الذي أنشئ حديثا في شهر ماي من سنة 2012 رسم لنفسه طريقا شاقا ومليئا بالمشاريع العلمية الطموحة قصد تنوير الشارع المغربي من خلال العمل جنبا إلى جنب مع كل الفاعلين التي تتداخل مجالات عملها مع أهدافنا وطموحاتنا العلمية. وتكريسا لهذه الطموحات فإن المركز بدأ في العمل على برمجة العديد من اللقاءات العلمية، ولعل أهمها إطلاق سلسلة ملتقيات متوسطية لدراسة بعض القضايا القانونية، وكذا إطلاق سلسلة من الندوات العلمية حول مدونة الأسرة، العقار والتنمية والقوانين البنكية، آملين أن تجد هذه المبادرات آذانا صاغية ودعما لا مشروطا في سبيل الارتقاء بالمعارف القانونية والقضائية. نعم أيها السيدات والسادة الأعزاء، ينص الفصل 32 من الدستور المغربي الجديد على أن الأسرة القائمة على علاقات الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. وتسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، ليحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. وقد جاء في دباجة مدونة الأسرة المغربية، وقد سلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده منذ تقلده الأمانة العظمى لإمارة المؤمنين مسلك الحكمة وبعد النظر في تحقيق هذا الهدف الأسمى، فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء من الرجال والنساء متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات بإجراء مراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية، كما حرص جلالته أعزه الله على تزويد هذه اللجنة باستمرار بإرشاداته النيرة وتوجيهاته السامية بغية إعداد مشروع مدونة جديدة للأسرة، مشددا على الالتزام بأحكام الشرع ومقاصد الإسلام السامحة، وداعيا إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام مع الاستهداء بما تقتضيه روح العصر والتطور والتزام المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا. وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي الإنجاز التاريخي لهذه المدونة الرائدة في مقتضياتها وسياقاتها بأسلوب قانوني فقهي حديث متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى، واضعة حلولا متوازنة ومنصفة وعملية تنم عن الاجتهاد المستنير المتفتح، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء باحترام للمرجعيات الدينية السماوية. والآن وبعد مرور 10 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة التي بدأ العمل بها بتاريخ 5 فبراير 2004 وانتهت 10 سنوات بتاريخ 6 فبراير 2014، لنا أن نتساءل كيف يسير تطبيق مدونة الأسرة في المحاكم المغربية؟
ما هي المكتسبات والإنجازات التي تحققت؟ ثم ما هي الإخفاقات التي ظهرت؟ ما هو دور الدولة والمجتمع في تقويم دور المدونة؟ حضرات السيدات والسادة الأعزاء، إن مدينة أصيلة التي تحتضن هذا الملتقى العلمي مدينة جميلة وهادئة ومدينة اللقاءات الثقافية بامتياز، يحبها كل من زارها لكونها مدينة تتنفس التاريخ وتلهم زوارها وتمنحهم القدرة على الإبداع، لا بل أيضا تمنحهم القدرة على النقد البناء. وها نحن الآن قرب محيطها الأطلسي وفي رحاب هذا المركز الرائع، مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بأصيلة، مجتمعين في هذه الندوة العلمية لتقديم حصيلة مدونة الأسرة لاستجلاء أهم المكتسبات والبحث على حلول لأهم المعيقات واقتراح مقترحات لأفاق رحب واسع تحت قيادة أمير المؤمنين حامي حمى الوطن والدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. حضرات السيدات والسادة الكرام، إن هذه الندوة المباركة هي عبارة عن مقاربة قانونية قضائية حقوقية لمدونة الأسرة سيتلوها بحول الله جهد كبير وعمل كبير للمركز المتوسط للدراسات القانونية والقضائية من خلال القيام بالعديد من الأنشطة والمبادرات على شكل سلسلة ندوات لشرح هذه المدونة وتوعية الشارع المغربي بها، وستبدأ فعاليتها في المدى القريب بحول الله. وخلال هذا الملتقى العلمي سيكون لنا الشرف والفخر والاعتزاز أن نكرم إحدى الشخصيات العلمية والأكاديمية البارزة فضيلة الدكتورة وداد العيدوني الأستاذة الباحثة في كلية العلوم القانونية بطنجة والناشطة بالمجلس العلمي بطنجة وصاحبة إسهامات مميزة في مجال الدراسات القانونية والشرعية. نتمنى لها كامل التوفيق والتألق في مسيرتها العلمية والأكاديمية. إن المركز إذ يتوجه إلى كل أطياف المجتمع المدني بأحر التهاني على ما تحقق لهم من إنجازات في إطار دولة الحق والقانون التي نؤمن بها جميعا، وندعوكم لاستخلاص ما يمكن استخلاصه من هذا الدستور الجديد بما فيه مصلحتكم النبيلة في نشر التوعية والتحسيس ومصلحة وطني ووطنكم العزيز. فأهلا وسهلا بكم جميعا في ندوتكم العامرة بحضوركم جميعا وبمشاركتكم الفاعلة. وفقكم الله لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إدارة المركز المتوسط للدراسات القانونية والقضائية بأصيلة. أولا أشكر في ضيافة هذه الندوة باشا مدينة أصيلة رئيس، كذلك نشكر رؤساء الدوائر وجميع رؤساء المصالح المركزية هنا بأصيلة، وشكرا وملحوظة. قبل أن نختتم هذا المركز سيكون حفل شاي في آخر تكريم لفضيلة الدكتورة وداد العيدوني بعد الجلسة الثالثة إن شاء الله من مساء هذا اليوم، وشكرا. كلمة للسيد عميد كلية الحقوق بطنجة دكتور محمد يحيى، وبهذه المناسبة أقول لكم صفة نائبا لعميد الكلية اعتذار السيد عميد، وسأتولى نيابة عنه إلقاء كلمة بهذه المناسبة بعد أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الحاضرين هنا معنا وفي مقدمتهم السيد وكيل الملك، السادة القضاة، السيد الباشا، السادة رؤساء الدوائر والمصالح وكل من هو حاضر في هذه القاعة إن شاء الله. وأقول بالله التوفيق السيد والسادة ممثلي السلطة المحلية، السادة ممثلي وزارة العدل والحريات، السادة الأساتذة والباحثين، السادة ممثلي وسائل الإعلام من كافة أشكالها، السادة ممثلي هيئات المجتمع المدني، عزيزاتي الطالبات، أعزائي الطلبة، الساعة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم الخاص ونيابة عن السيد عميد كلية الحقوق دكتور محمد يحيى وعلى السادة الأساتذة الأفاضل بهذه المؤسسة، يشرفني أن أحضر معكم في هذا اللقاء العلمي الهام ممثلا لهذه الكلية في هذا اللقاء العلمي الذي اختار منظموه أن يكون في موضوع 10 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة الحصيلة والرفاق، وهو كما ترون هذا الموضوع له أهميته وله راهنيته في المجتمع المغربي الذي يسعى بخطى حثيثة نحو بناء نموذج الدولة الديمقراطية الحداثية بقيادة عهد البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله عز أمره. وكما تعلمون السادة أيها السادة الأفاضل أن مدونة الأسرة جاءت نتاج صراع خاضته القوى الديمقراطية والتقدمية المناضلة من أجل تحرير المرأة وإعطائها مكانتها الحقيقية التي تستحقها. مرت 10 سنوات كاملة على تطبيق مدونة الأسرة في المغرب، وهي المدونة التي جاءت لمواكبة مطالب الإصلاح الأسري، واعتبرت آنذاك من قبل الباحثين والمهتمين بقضايا المرأة والشاب الأسري عامة وبوضعية المرأة المغربية خاصة، اعتبرت آنذاك ثورة قانونية وتشريعية على وضع لا نقول ظالم للمرأة في المغرب، رغم الأدوار الطرائعية التي كانت تقوم بها المرأة ولا تزال سواء داخل الأسرة أو داخل المجتمع، نظرا للحجم أو حجم مساهمتها في الإنتاج ودعم دورته الاقتصادية. أيها السادة، لقد حققت بلادنا خلال العقدين الأخيرين عدة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية بهدف تعميق الخيار الديمقراطي وضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل فئات شرائح المجتمع. ومن ضمن هذه الإصلاحات اعتماد مدونة جديدة للأسرة، والتي أعلن عنها العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي في 10 أكتوبر 2003، مؤكدا من خلالها على مدى الارتباط والتوافق بين القيم الكونية لحقوق الإنسان وبين مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة التي أولت للمرأة مكانة داخل الأسرة والمجتمع. وبالرغم من اعتماد هذه المدونة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، فإن واقع المرأة، وهذه المناسبة أقولها، واقع المرأة في القرى والأرياف وهوامش المدن أو ما يعرف بالمغرب العميق يظل واقعا مزريا بفعل مظاهر الهشاشة وتفشي الأمية، وهي الأسباب التي ولا شك في نظرنا تساهم في إشاعة الصور النمطية حول المرأة أو نقول النظرة الدنيا تجاهها. ولكن هذا لا ينفي ما تحقق من مكتسبات سواء على مستوى مدونة الأسرة أو على مستوى قانون الجنسية أو تجريم التحرش الجنسي والعنف الزوجي أو الأسري أو العنف بشكل عام، أو على مستوى ترسيخ المقاربة النوعية في السياسة العمومية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والرفع من مستوى تمثيلية المرأة المنتخبة في مراكز القرار. وقد توجت هذه المكتسبات ولله الحمد بترسيم مبدأ المناصفة بين الجنسين في الدستور الجديد، وهو ما يشكل في نظرنا نقلة نوعية في تعاطي السياسات العمومية مع واقع وقضايا المرأة. أيها السادة، نحن اليوم في هذا اللقاء نعمل على تقييم شامل وموضوعي لما تحقق عقب مدونة الأسرة خلال 10 الأخيرة، بغرض استخلاص إيجابيات
والوقوف عند نقاط الضعف وتحسينها من جهة، وتحديد أوجه القصور التي أثبتتها التجربة من جهة أخرى من أجل العمل على تصحيحها وتداركها. وفقكم الله وسدد خطاكم. السلام عليكم ورحمة الله. الآن كلمة التالية للسيد الأمين العام لمنتدى أصيلة، سيتلوها الأستاذ توفيق لوزالي بالنيابة، فليتفضل مشكور. السلام عليكم. السيد رئيس مركز المتوسط للدراسات القانونية والقضائية بأصيلة، السادة أعضاء الهيئة القضائية والقانونية بأصيلة درجة، السيد باشا أصيلة وممثلي السلطات المحلية، السادة الدكاترة والأستاذ الباحثون، أيها الحضور الكريم، يطيب لي نيابة عن السيد أمين عام مؤسسة أصيلة ومؤسسة منتدى أصيلة ورئيس مجلس المحلي لأصيلة أن أرحب بكم في هذه الندوة الوطنية المهمة حول مدونة الأسرة، وستنظم في إطار الملتقى المتوسطي الأول للدراسة القانونية والقضائية، ونهنئكم على اختياركم لموضوع هذه الندوة لما ذلك من أهمية بالغة في رفع اللبس وتوضيح المسار وتقييم العمل من وجهة نظر المتخصص والفاعل المباشر، وتمشيا مع التوجيهات الرشيدة للأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان الكرامة كرامة كافة المواطنين المغاربة سواء داخل الوطن أو خارجه، وترسيخ الحكامة الرشيدة وتفعيل وضمان الحقوق المدنية والاجتماعية استمرارا بنهضة فكرية وحضارية، هذه النهضة التي تعيشها مملكتنا السعيدة من خلال كل الأوراش المفتوحة في هذا المجال. نشكركم كذلك على اختياركم مدينة أصيلة لتكون فضاء للنقاش الهادف والهادئ تمشيا مع الأعراف الثقافية التي تعودنا عليها في هذا المكان وهنا بالذات، متمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح، وأكيدين لكم تشجيعنا الدائم لمبادرتكم هذه ولكافة المبادرات الجادة والهادفة. وفقكم الله لما تصبون إليه خدمة للتنمية الدائمة والشاملة ولتنوير الفكر. والسلام عليكم. الآن الكلمة الأخيرة يلقيها على مسامعنا الأخ العزيز أستاذ محمد الزردة رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة، فليتفضل مشكورا. شو اللي عامل لك هنايا؟ أنا اللي كنقرا اللي مكتوب هنايا، نقول له الاعتذار ديالك. أنا نقول لك إذا الأستاذ الزردة كيعتذر غادي يدمج الكلمة ديالو في المداخلة ديالو وغادي نربحو الوقت. شكرا أستاذ.